بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. بإذن الله تعالى سوف أرد على سؤال طرح علي في اللايف السابق عن ما هو أفضل مضاد لسم الأفاعي أو العقارب أو العناكب. وعلى فكرة العناكب هي الأكثر سمية في جميع هذه الكائنات اللي ممكن تعرض أنت اللدغ أو اللسع منها. أفضل شيء هو مكون نادر، ولكن يمكن أنك أنت تحصل عليه، ويبقى طبعا كاللي هو احتياط استراتيجي لديك، إما في السيارة أو إذا كانت لديك مزرعة أو إذا كان يعني حتى في المنزل العادي، خاصة من العناكب هذه اللي خطيرة جدا كما أخبرتك. عموما الأمر هذا ويبقى يعني يبقى أجال طبعا من الدهر، يبقى حتى 20 سنة يعني الصلاحية الخاصة به، وبسيط للغاية، ويعني مجرد بضع قطرات بينتهي الأمر بإذن الله. المكون الطبيعي اللي هو دموع الجمل. ممكن إذا أنت أول مرة تسمع على دموع الجمل، فبإذن الله من خلال هذه الحلقة سوف تتعرف على ما هو دموع الجمل. طبعا دموع الجمل إذا كنت أول مرة أنت بتسمع بها، الجمل اللي هو الجمل هذا اللي بنعرفه، الجمل طبعا ليه كثير جدا من مميزات وكثير جدا من الخصائص اللي تم معرفتها، وهناك بعض الخصائص التي أيضا لم يتم معرفتها إلى غاية الآن. الله حتى الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. مازال فيها أسرار كثيرة جدا. الإبل هذا بيصاب بمرض اسمه الهيام، اللي هو يعني بيصير إنسان، بيصير الجمل هذا يعني هايم، أو بيصير اللي هو كسلان وفقط جالس وينظر إلى الشمس عدة أيام طويلة إلى غاية أنه هو يموت، لا بيتحرك ولا بيأكل ولا بيشرب ولا أي شيء. ولكن الله ألهم الجمل سبحان الله، طبعا أعطاه اللي هو إلهام الله، طبعا مثل ما يوحي الى النحل، مثل ما يوحي الى طبعا النمل، مثل ما طبعا اللي هو الهام الهي. عندما يصاب بهذا المرض مباشره بيذهب وبياكل اللي هي يجد اي افعى، خاصه لازم تكون اللي هي سامه. الان حاليا الرعاه هم لما بيعرفوا ان هذا الشخص هذا الجمل اصاب بهذا المرض، مباشره بياتوا بافعى سامه، يكونوا محتفظين بعده افاعي، مباشرة بيفتح الفم الخاص به وبيعطوه هذيك الأفعى، وبيعطوه بعدها القليل طبعا من المياه، ليس الكثير، هو ما يعادل لتر أو لترين. بعدها بفترة ترتفع درجة حرارة الجمل، وبتخرج هذيك المضادات الغريبة جدا غير مفسرة علميا، وبتبدأ اللي هي عين الجمل اللي بيوجد لديها جفنين. الجفن هذا بيبدأ يمتلئ بالدموع تنزل لوحدها، أو ممكن بعض الناس اللي هي تقوم بسحبها بطريقة معينة. هذيك الدموع بتقوم انت بسحبها من العينين الاثنين، وتقوم بالاحتفاظ بها في قنينة. اول ما تصاب سواء انت او اي شخص اخر باي مثلا لدغة من هذه اللدغات، مباشرة بضع قطرات في المياه خلال اللي هي من نصف ساعة الى غاية ساعتين ونصف، بينتهي الامر وبيقضي على السم بشكل نهائي. كان هذا هو الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء شارك هذا المقطع كصدقة جارية لي ولك. السلام عليكم.